في بعض الكتب حسنتم أحاديث والآن تضعفها في الفيديوهات. لا تظن الأخ السائل الكريم أننا معصومون، لا تظن العصمة لأحد، فقد تتغير الاجتهادات والآراء، وخاصة بعد ظهور عدد كبير جدا من كتب العلل التي كانت غير موجودة. فخذ بالأخير، وأنت تعرف أن أئمة الشأن عموما قد تظهر لهم اجتهادات أيا كانوا، وبعد الاجتهادات تتغير آراؤهم. من ثم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه له مذهبان، المذهب القديم والمذهب الجديد. بارك الله فيك يا عبد الرحمن، لا تشغل نفسك، خلاص تزيله. لا أقصد يعني مش مشكلة الأخ.